السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم البشاميل بالطريقه الهائله. مهم كنحتاج هنايا لتر من الحليب، لتر كامل من الحليب كنوضعو في الخلاط، كتلاحظوا انا عندي كميه كبيره وغنحتاج ليه لتر من الحليب. اللي عنده كميه قليله يقدر يضيف نصف الكميه. وعندي هنايا الملح، نضيف القليل من الملح والقليل من الإبزار وعندي هنايا 4 المعالق كبار ديال الدقيق. اللي غيوضع نصف الكميه يضيف 2 معالق كبار ديال الدقيق. انا عندي هنايا كي قلت لكم كميه كبيره، غنحتاج ل 4 المعالق ديال الدقيق، وغنضيف معلقه ديال الزبده، ونضيف كل شيء في الخلاط. وغنطحن كلشي في دقة. مهم من بعد ما طحنت غنضيف الخليط ديالي في شي كاسرونة ولا شي طنجرة كبيرة اللي غتهز ليا الخليط ديالي. من بعد البنات كنضيف فوق النار اللي تكون مهيلة باش يطيب على خاطرو، ما نجهدوش باش ما يتحرقش ليا وما يوضعش ليا تكتلات، وكنبقى نخلط غير بشويه حتى كنوصل للقوام اللي بغيت. من بعد البنات ما وصلت للقوام اللي بغيت، انتما كما كتشوفوا البشاميل ديالي كيجي هائل. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتدعموني في القناه ديالي وتشجعوني باللايك ديالكم، وشكرا وبالصراحه.